عندنا لعبة ماينكرافت. مين بتذكر أيام زمان يا شباب لما كنت ألعب بالكريتيف وأخذ أغراض قوية وبعدين أرجع السيرفايفل وبعدين أجي ألعب وألعب 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 وأفوز وأقتل كل شيء بكل سهولة. بس هلا يا شباب أنا كنت صغير لحتى هيك كنت ما أعرف إنه هذا غش. فلحتى هيك اليوم رح نرجع بقوانا الخرافية ونلعب سيرفايفل وراح ندخل ونقتل هذا التنين. وقح هلا يا شباب هون عم نخترع عالم جريت شباب. طبعا انصح الكل يلعب فيه والله كتير خرافي. ننزل بعالم جديد بس لنا خشب وانا خشب. اوه ماي جاد هري هري اوه ماي جاد يا الحظ. انا احتاج 7 ساعات لحتى الاقي بس قرية وحدة. تعال يلا يلا تعال 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 يلا تيري 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 ايش هيك المخترع نوتش معلم عليه معلم بس بتعرف ايش هاد وات از ذات. انا لا اعرف ماذا اتكلم عن هذا الشيء على انه قروي كيف على طول. هون نعطي سباون سيت حط سباون خلاص خشب يا معلم نحتله شوي نحتل بيتك حطي بالكفي بس يا ولد يلا با بو هلا نعمل بيكاكس هلا ايه هلا ثم نسخ 3 حبات خشب بس بنحتاجها حاجة حاجة ونساوي هيك اوه هلا نجيب كستر 5 حبات لانه حنساوي سيف سيف وبيكاكس هذول يحبونه بس حب وحده زياده. نطلع الباب المستعط هلا نعمل هيك هلا جي جي هلا بس هذا ارمي للابد ارمي للابد خلص بعد بده فايدي وهاتي الكرافتنج تيبل. هلا بدي اقتل شوي يعني فوق في شموع لازم نجيبه لحتى هيك في شموع في هاد فحل حتى نجيبه بس حتى لما يجي عليه لا اريدك انا احتاجك لانه اذا ما عشت مين هيعيش. يلا 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 مين بدي اتوقع يعني اذا هون في دست هون في دست شلون مين بدي اتوقع وين خش ايرون او ماي جاد الحظ وكمان ايرون اي معلم ايش عم تسوي يعني؟ ها؟ انا عامل ايه؟ اوه ماي جاد انا حلاقي خلص احتياجي انا مش بدي اشو 5 حبات ايرون انا ايش 5 حبات؟ بدي 5 بدي 20 حبة بس هلا انا بدي اطلع لفوق انا كنت اطلع هذا ايرون شغلني يلا ناخذ شوية بلوكات يلا بام ها بو با يلا تعال تعال تعال
بتذكر انه السكلتون ما تهاجم. الله اكبر، ايش هالسبيد رون انزقت. وين شوية اتخذت المساجو. بدنا هلا شوية كابل ستون. ستي سبعة ثمانية ولا سنة ثمانية بس انا رجع حبت صحة. يلا ما بعرف ليش بس يلا هات الفرن. جي هات هلا بقى اطبخ الاكل حتى نحسن ناكل. تعال انت خروف تعال مثلا نحتاج على الاكل. تعال اكل 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 بدنا اكل. تعال بدنا اكل بدنا اكل خروف تاني. انا ما هلا انا ما اعتقد حتى هيك بلشت الاقي ترى اليوم ترى اليوم خروف. تعال انت محتاج على الاكل. يلا يلا تعال انت انت بقرة تعالي فوق 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 تعال تعال انت كمان تعالي بما دقي يشوى الحش ايش فيكي. يلا صار معنا اكل بكفي لمدة خمس ايام. خمس ايام متتالية. هكذا حط اللي بداله. اقعد سوي. او ماي جاد. ايش هالمكان. بس يلا لازم نجمع نجمع ايرون وناخذ دروع الايرون من بعدها. بس خلينا ناكل لانه حتى ما نموت نجون احنا عادي عم نستنى الاكل اللي يصير. سوي أربعة. ولا إيش هو يا مدير؟ إيش بتبيع؟ أنا غير تعب نشوفه يا أخي يا أخي. روح عليك. ولا ليك غلال العاب مو صح؟ خروف ايه على السطح تعال نعمل حالك ايش يا شغلي.
هيك امورنا تمام. خلاص جي جي هات شوي هادي بس هيك. فكرت انه عاد روح ايرون صحة طالع قلبك صحة اساسا هنا حتى تقدر روح لتلتم هلا هلا ايرون وحوش نلفك صار
خلا ما بطل. يلا يلا خليه يطلع يطلع يطلع. أنا بلاقي كمان شوية تعب. أوه ماي جاد، أنا كم بحب الدايموند خمس. انا بدي 15 حبة. يلا انا بدي 20 حبة. بدي 20 حبة. يلا بدي صار معي هلا 11 بالضبط. يلا تعال بصحي انا بتكسر. شو هذا؟ ايش طلع لنا زعيمة؟ لين اروح الله اكبر. انت ايش اسكر شباب. بكون خلص مقطعنا، لا تنسوا اللايك واشتراك والسلام.